خير. انا في ميدان فينيسيا في ايطاليا. شكله حلو قوي وحواليه محلات. كل بقى الشارع من دول جوه محلات هتفتح دلوقتي بقى وحركات. حاجه جميله قوي تحفه. شكل جميل جدا جدا. الشوارع نظيفة والسوق حاجة كده يعني تحفة. وحاجات طبعا أثرية زي الكنايس والحاجات دي. تعالوا بقى نروح ونتجول جوه الشوارع ونشوف المحلات اللي جوه ايه. على فكرة في محل اسمه بيبي بي في محل انا كنت مصوراه في السعودية نسيت اسمه لقيته هنا. هو ماركة. هخش برضو اصوره لكم جوه. اسعار تحفة. انا لقيت حبيت حاجات اصلا فظيعة. تعالوا بقى ونشوف ان شاء الله كده ايه اللي جوه المحلات ونشوف الاسعار.